بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ازيكم يا سنة رابعة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبايبي. النهاردة ان شاء الله هنشرح لسن 2 في يونت 2 من كتاب المعاصر. هنشرح الدرس الثاني في الوحدة الثانية من كتاب المعاصر. وقبل ما نبدأ ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكوا كل جديد. ونبدأ على طول، بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا النهاردة عبارة عن ساينس، يعني علوم، يعني كل الحاجات اللي هناخدها النهارده موجوده في ماده العلوم، بس طبعا احنا كده بناخدها بالانجليش. listen and repeat، استمع وردد. هنقول الكلمات وبعد كده نشرح الدرس. كم الطول؟ how tall، how tall. وتنفع برضو how long. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ how tall يعني كم الطول الرأسي، لكن how long كم الطول الأفقي. بعد كده كم الوزن؟ هاو هيفي، هاو هيفي، هاو هيفي. وانا مقسمه الكلمات هاو اتش او دبليو، هيفي اتش اي اي في واي. حرف الاتش في هاو بينطق هي. مناطق مفتوحه اوبن ارياز، اوبن ارياز، اوبن او بي اي ان ارياز، اي ار اي اي اس. بعد كده انثى فيميل، فيميل، female f e m a l e، ذكر male، male m a l e. ثدييات mammals، mammals، mammals m a m m a l s. بعد كده فئران mice، mice، mice m i c e. جميل. beautiful، beautiful، beautiful b e a u t i f u l. يخسر او يفقد lose، حرف الاس هنا بينطق زد. حرف الاس لما بيقع في الكلمه بالحرفين المتحركين بننطقه زد. lose، lose l o s e. سميك thick، thick، thick t h i c k. عندنا ال t h بننطقهم ف وال c k مع بعض كده بننطقهم k، بنقول thick، thick. ينتقل أو يسافر travel، travel t r a v e l. دافئ warm، warm w a r m. نسر السهوب أو نسر الصحراء step eagle، step eagle، step s t e p p e eagle e a g l e. حرارة heat، heat، heat h e a t. شمال north، north، north n o r t h. يرفع left، left، left معناها يرفع كفيرب ومعناها شمال او يسار. لو بالاي، لو بالاي معناها يسار او شمال، هي نفس النطق. يبقى left لو بالاي معناها يسار، لو بالاي معناها يرفع، نفس النطق بس في اختلاف في حرف الاي والاي. اللي بالاي معناها يرفع، اللي بالاي معناها يسار او شمال. بعد كده سنتيمترز، سنتيمترز، سنتيمترات بنقول عليها بالانجلش سنتيمترز. وحده قياس الطول، بنقيس الطول بالسنتيمتر. سنتيمترات، سنتيمترز، سنتيمترز c e n t i m e t e r s. كيلو جرام، كيلو جرام، كيلو جرام، كيلو جرام k i l o جرام g r a m. ايهما للتخيير بين اكتر من حاجتين يعني او ثلاثة او اربعة؟ يعني لو بخير شخص بين حاجتين او ثلاثة او اربعة وبسأل سؤال، بسأل بويتش، ايهما؟ ويتش، ويتش w h i c h، ال c h منطقهم تش. اين؟ وير، وير، وير للسؤال عن المكان w h e r e. بعد كده عندنا important expressions and propositions، تعبيرات وحروف جر هامه. اثناء النهار during the day، during the day، during يعني اثناء او خلال، the day يعني النهار، during the day. يحافظ على دفئه keep it warm، keep it warm، keep it warm. حوالي 30 إلى 40 عاما
around 30 to 40 years. حوالي 1 كيلوغرام about 1 كيلوغرام في الليل at night. At night نشوف الصفحة اللي بعد كده. بعد كده بقول له look and write انظر واكتب. أول صورة عندنا ثعلب الفينيك فوكس ثعلب الصحراء بنقول عليه بالانجليش فينيك فوكس يعني ثعلب الصحراء. تاني صورة عندنا نسر الصحراء ايجل ممكن نقول ستيب ايجل. احنا كده كتبنا ايجل بصفة عامة يعني نسر. بعد كده عنكبوت سبايدر اس بي اي دي اي ار. بعد كده عندنا فاكت فايل ملف الحقائق. ملف الحقائق هو عبارة عن مجموعة من المعلومات عن موضوع معين او منتج معين. طبعا ملفات الحقائق اللي هندرسها في الدرس التاني تتكلم عن الحيوانات يعني بنعرف مجموعة من المعلومات عن الحيوانات زي مثلا بيعيش فين طوله قد ايه وزنه قد ايه بياكل ايه وهكذا. طبعا اول فاكت فايل معانا لفينك فوكس لثعلب الفنك او ثعلب الصحراء. فينك فوكس ثعلب الصحراء هنشوف بقى ايه المعلومات اللي جاية على فينك فوكس. بقولي where does it live. where does it live يعني اين يعيش. ده سؤال لازم تحفظوه اين يعيش where does it live. ولازم نعرف كل حيوان بيعيش فين. طبعا فينك فوكس بيعيش في صحاري شمال افريقيا. بالانجلش بقى هنقول ايه in the deserts of north africa. in the deserts of north africa يعني في صحاري شمال افريقيا. تاني سؤال بقول لي how tall is it كم طوله الرأسي. يبقى 20 سنتيمترز. 20 سنتيمترز يعني 20 سنتيمتر. بعد كده how heavy is it كم وزنه about 1 كيلوغرام يعني حوالي كيلوغرام. بعد كده how long is it كم طول الأفقي. تبقى from 30 to 40 سنتيمترز من 30 لـ40 سنتيمتر. ماذا يأكل what does it eat. what does it eat يعني ماذا يأكل. بيأكل ايه insects الحشرات small lizards السحالي الصغيرة mice والفئران. نشوف الصفحة اللي بعد كده عندنا بس قطعة هنكملها بقى من الكلمات اللي فوق. القطعة بتتكلم عن ثعلب الصحراء. بقول لي the phoenix fox lives in the desert طبعا بيعيش في الصحراء يبقى أول كلمة desert. It's smaller than other foxes هو أصغر من الثعالب الأخرى يعني ثعلب الصحراء في الحجم أصغر من الثعالب الأخرى. It's ears يعني أذناه أو ودانه يعني are big كبيرة حجمها كبير. really big يعني حقا كبيرة أو فعلا كبيرة زي ما انتوا شايفين في الصورة. the phoenix fox needs big ears يعني ثعلب الصحراء يحتاج لأذن كبيرة to hear in طبعا احنا عارفين ان ودانه كبيرة علشان يسمع صوت الحشرات والحيوانات الصغيرة اللي بياكلها ويتغذى عليها. دي كده اول اهمية. تاني حاجة علشان يتخلص من حرارة جسمه من عن طريق ودانه هو كده الحرارة اللي في جسمه بتطلع من ودانه. فاول حاجة هنقول هنا the phoenix fox needs big ears to hear insects and small animals يعني يحتاج لي أذن كبيرة لكي يسمع الحشرات والحيوانات الصغيرة اللي بيأكلها ويتغذى عليها. during the day أثناء اليوم أو أثناء النهار it's hot in the desert الجو حار في الصحراء. the fox loses heat from its ears يعني الثعلب بيفقد الحرارة من أذناه. at night بالليل أو في الليل it's cold الجو بيبقى برد في الصحراء. the fox's thick fur keeps it warm يعني الفرو السميك للثعلب يحافظ على دفئه يبقى الفرو بتاعه بيحمي جسمه بالليل من البرودة. بعد كده عندنا fact file ملف حقائق ل step eagle نسر الصحراء. طبعا هنا برضو هنقرأ الأسئلة الأول وبعد كده هنقرأ القطعة أو البسج اللي عندنا. أول سؤال how long does it live كم المدة التي يعيشها نسر الصحراء. around 30 to 40 years من حوالي 30 لـ40 عام أو 40 سنة
يبقى المدة اللي بيعيشها نسر الصحراء بتتراوح من 30 ل 40 عام. السؤال التاني: How heavy is it؟ كم وزنه؟ Around 3 kilograms، يعني حوالي 3 كيلوغرام. Number 3، السؤال التالت: How long is it؟ كم طوله؟ From wing to wing، يعني من الجناح للجناح. Around 170، يعني حوالي 170 سنتيمترز. يبقى طوله بيبلغ حوالي 170 سنتيمتر. بعد كده عندنا باسج هنكملها، نقراها ونترجمها ونفهمها ونكملها. بقول له look at the eagle، يعني انظر الى النسر. flying، وهو يطير. it's beautiful، انه جميل. isn't it، اليس كذلك؟ سؤال مزيل. بعد كده the steep eagle، يعني نسر الصحراء. travels، يسافر. from Europe to Africa، من قارة أوروبا إلى قارة أفريقيا. in winter، في فصل الشتاء. يبقى في فصل الشتاء بينتقل أو يسافر من أوروبا إلى أفريقيا. ليه؟ it lives in very big open areas. طيب إحنا قلنا هو هينتقل من أوروبا إلى أفريقيا، ليه حبايبي؟ علشان طبعا في قارة أفريقيا الجو بأكثر دفئا، فدي معلومة لازم تكونوا عارفينها. بعد كده it lives in very big open areas، يعني انه يعيش في مناطق مفتوحة وكبيرة. it eats other birds، هو بيأكل الطيور الأخرى. small mammals، والثدييات الصغيرة. and rabbits، والأرانب. بعد كده when it opens its wings، يعني عندما يفتح جناحاته. it's longer than you، يعني بيكون أطول منك. احنا كده بنتكلم عن الشخص، يعني لما النسر بيفتح جناحاته بيكون أطول من الشخص. طبعا كده بيدل ان هو طويل جدا. the female، يعني انثى النسر. is bigger and heavier than the male، يعني انثى النسر بتبقى اكبر واثقل من الذكر. كده يا حبايبي نكون انتهينا من شرح الدرس التاني في الوحده التانية من كتاب المعاصر. ان شاء الله الفيديو اللي بعد ده هنحل فيه اسئله الدرس. اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.